في عالم السياسة الأمريكية، اللون الأحمر يشير إلى الحزب الجمهوري، بينما الأزرق يرمز للحزب الديمقراطي. لكن كيف حدث هذا؟ يرجع بعضهم أصل ربط الحزب الجمهوري باللون الأحمر إلى حقبة الحرب الأهلية في ستينيات القرن التاسع عشر، حين ارتبط اللون الأحمر بالشمال الفيدرالي الاتحادي، بينما استخدم اللون الأزرق للإشارة إلى مناطق الجنوبيين الانفصاليين. وفي تلك الفترة لجأت بعض المقاطعات داخل ولاية تكساس إلى استخدام الألوان للتمييز بين الحزبين لمساعدة الناخبين الناطقين بالإسبانية والأميين في معرفة لأي حزب يصوتون. الواشنطن بوست الأمريكية في عام 1908 استخدمت اللون الأحمر للولايات ذات الميول الجمهورية، والأزرق للولايات ذات الميول الديمقراطية، والأصفر للولايات المشكوك فيها. بقيت هذه الألوان ثابتة باستثناء الأصفر، أصبح أرجوانياً والذي يمثل الولايات المتأرجحة. أما الولايات الزرقاء التي تم تحديدها من خلال دعمها الثابت للحزب الديمقراطي، فتدعم القضايا الاجتماعية والبيئية مثل العدالة والمساواة، بينما لدى الولايات الحمراء توجه سياسي محافظ، وتمتلك الشعبية السائدة للحزب الجمهوري في الانتخابات، وتؤكد على مبادئ مثل الحكومة الصغرى والحريات الفردية والضرائب المنخفضة في سياساتها. وغالبا ما يتشكل المشهد السياسي في هذه الولايات من عدد كبير من سكان الريف، وهو ما يؤثر على مواقفهم وأولوياتهم. ما رأيكم في الألوان السياسية؟ وهل تميلون إلى الأحمر أو الأزرق؟ شاركونا في التعليقات.